من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام أحييكم، أنا نازك الشمري وأقدم لكم أبرز المستجدات المحلية عبر أخبار الدار، فأهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى الرئيس سلفادور سانشيز سيرين رئيس جمهورية السلفادور، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة أخرى إلى الرئيس لويس غيرمو سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. أيضا بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس أخوان أورلاند هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى رؤساء سلفادور وكوستاريكا وهندوراس.